شكرا لزميلنا سلطان الشامسي. مشاهدينا، الشارقة مدينة رائدة في الحفاظ على البيئة من خلال ما تقدمه من برامج متعددة، إلى جانب المراكز اللي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على البيئة وكذلك تعزيز السياحة البيئية، إلى جانب احتواء العديد من الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض. وبالطبع مراكزها تقوم بإجراء دراسات وبحوث علمية متعددة عن البيئة. هيئة الشارقة أو هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة لها دور مهم وأساسي في إمارة الشارقة. نتعرف أكثر مشاهدينا على هذا الدور. معنا في الاستديو الأستاذة حياة آل علي، رئيس قسم البرامج والأنشطة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة. صباح الخير أستاذة حياة. صباح النور يا هلا. حياة الله معنا. خلينا نتكلم في البداية عن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، الهدف منها. طبعا هيئة البيئة والمحمية الطبيعية هدفها ورؤيتها بناء شراكة متفاعلة والارتقاء بمنهجية الإدارة البيئية لتقدم كل ما يساهم في عناصر المنظومة البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية. أستاذة حياة، العديد من المراكز التابعة للهيئة وتقوم ببرامج تعليمية، خبرينا عن أبرز هذه المراكز. طبعا جميع مراكز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على مستوى إمارة الشارقة الحمد لله كل المراكز تقدم عندنا أنشطة تعليمية تخدم فئات المجتمع وبالأخص الفئة الطلابية وفئة الأطفال، وما شاء الله متنوعة، وكل مركز يختص بالنشاط التعليمي اللي يتناسب مع محتواه ومقتنياته. فتشوفين يعني كل مركز يقدم شو أهم الأنشطة اللي تتناسب مع الفئات العمرية والمحتوى نفسه اللي موجود في المركز نفسه. جميل، هذا يعطي تنوع تنوع واختلاف فعلاً. اللي تقدمها، يمكن أنا استرجعت على طول وأنا أتابع يمكن هذه اللقطات، استرجعت تجربتي في محمية واسط ومراقبة واسط الطيور فعلاً. من خلال الأبراج كانت تجربة ممتعة، يعني من خلالها تعرفت عن قرب عن الأنواع اللي موجودة في محمية واسط. خلينا نتكلم كذلك عن الثقافة ونشر الوعي، يمكن من الأمور الأساسية اللي تحرص عليها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. خلينا نتكلم عن هذا الجانب، نشر الثقافة فعلاً. طبعاً تقوم الهيئة وبمراكزها بتقديم كل أنواع البرامج التعليمية الهادفة. في مثل عندنا ورش عمل متنوعة مختلفة، مثل ما ذكرت لك في البداية أن كل مركز يقوم بتقديم شو خلينا نقول الأنشطة التعليمية، كذلك الورش تدخل في بند الأنشطة التعليمية، أو ورش مختلفة عائلية، ورش تقدم حق الزوار، يعني تنوع في تقديم الورش. الورش هاي كلها مستقطبة من المادة المرتكزة أساسا في المبنى نفسه، يعني مثل ما ذكرتي مركز واسط الأراضي الرطبة يتكلم عن أنواع الطيور المهاجرة، ونفس الشيء في عندهم ألعاب تفاعلية يمكن الاستفادة منها، كذلك تقديم محاضرات تثقيفية تعليمية سواء كانت واقعية أو افتراضية، ما شاء الله عطت مدى أكثر وتنوع في إعداد المحاضرات من خلال البحوث والدراسات اللي يقدمونها. أيضا ما ننسى الجولات الميدانية للمراكز نفسها، كل مركز يتكلم عن بيئته ومحتواه، فكل مركز يتميز ويتنوع ببيئته الموجودة، بالمقتنيات الموجودة، الأنواع اللي تسهم في هذا المركز. فتقريبا الحمد لله في ثقافة عندنا ووعي وصلناها للجمهور بشكل أكبر الحمد لله. ومن الأشياء المميزة يمكن ذكرتيها هي وجود ألعاب تفاعلية أو بعض الأمور التفاعلية تخلي الأطفال يتفاعلون ويستوعبون أكثر، حتى الأماكن المخصصة للدورات التعليمية أيضا مهيئة بشكل يتناسب مع الأطفال، الألوان، الجلسات وغيرها، وحتى البرامج تكون مناسبة لأعمارهم وتخليهم من خلال اليد تلوين وغيرها. وفي عندنا برنامج بعد يدعم المناهج الدراسية اللي هو أطلقنا عليه برنامج أثراء. هذا فكرته وهدفه أن نحن طبعا نساعد في مشاركة الأفواج المدرسية، بأن الطالب يطلع من جو الكلاس روم اللي هو فيه الفصل الدراسي
ويجي حق مراكزنا طبعا سواء كانت في الساحه الخارجيه او في الاقسام نفسها في الاماكن اللي فيها العاب تفاعليه، بيقوم معاه طبعا والمعلم والمرشد اللي ويانا بحمل ورقه عمل يركزون على مثلا نوع من انواع، خلينا نقول على سبيل المثال في متحف تاريخ الطبيعه قسم الجيولوجيا، فعندهم درس يخص ماده الجيولوجيا او الاحافير هذا، فيكون تسليط الضوء اكثر على هذا المكان. فهني اطلق عليه برنامج اثراء بهدف انك انت تطلع من الفصل الدراسي وتيجي في مكان تربط الماده اللي انت تدرسها بالمقتنى الموجود بالحدث الموجود، عشان فعلا يوم انت تروح ترتكز هاي المعلومه في مخيلتك وتكون معاك على مدى اكبر. والحمد لله في تجاوب كبير من جميع المدارس، مش على مستوى اماره الشارجه يعني، الحمد لله عن طريق الحجز من المدارس اللي حابه تحجز ويانا، والحمد لله في تقبل يعني كبير عندهم. استاذه حياه، خلينا نتكلم عن الاجراءات الاحترازيه للاشخاص اللي يحبون يزورون المراكز التابعه للهيئه، خصوصا بعد عوده الحياه تدريجيا. والله ما زالت الحمد لله جميع مراكزنا محافظة على الإجراءات الاحترازية بوضع الملصقات، التباعد الجسدي، الانتباه على لبس الكمام في حال إذا في حد سبحان الله كمام اخترب ولا مش موجود، طبعا متوفرة هاي الأمور كلها، المعقمات موجودة في المراكز نفسها، بحيث يوم دخول العائلات أو المدارس ما يدخلونهم مره واحده، تكون في طاقه استيعابيه بحيث ان خلاص نعرف ان القاعه هاي بقوا فيها عدد معين او انتقلوا للقاعه الثانيه احنا نقدر ندخل المجموعات الاخرى. فهاي حتى في ايام العطل الاسبوعيه، والحين ما شاء الله برجعه المدارس في رحلات تزورنا، وعندنا بعد الايام العاديه في زوار للناس الحمد لله. خلينا نتكلم عن الفعاليات الأخرى اللي تقدمها الهيئة، العديد من البرامج التفاعلية، ودائما نلاحظ وجود الهيئة في الفعاليات المجتمعية، في الفعاليات الثقافية والفنية، هي موجودة تدعم هذه الفعاليات، خبرينا أكثر عن مشاركاتكم. والله فعالياتنا الحمد لله هي فعاليات بيئية متنوعة، ثقافية، توعوية، نحاول كثر ما نقدر أن نوصل لشريحة أكبر من المجتمع من خلال تنظيم هاي الفعاليات. الفعاليات هاي مختلفة، مثل عندنا مبادرة التخلص من فحم الشواء، هاي تكون في فصل الشتاء، الحمد لله وصلنا وسوينا مثل ما تقولين جولات خارجية، قمنا بتوعية أفراد المجتمع المرتادين المناطق البرية كيف أنتم تحافظون على هاي المنطقة البرية وعلى النباتات التي تنمو في المناطق البرية، وكيف نحافظ عليها، وكيف حتى نقدر نتخلص من فحم الشواء. طبعا في ناس وايد عندها الطريقة الخاطئة، من خلال نشر الوعي والثقافة الحمد لله لقينا في تجاوب كبير. عندنا مبادرة الشجرة المستدامة، هي طبعا تتكلم عن الغاف، وهي ما شاء الله في دورتها الثامنة، والحمد لله هاي تم تعميمها على طلبة المدارس، وكل سنة نشوف فيه تجاوب أكثر ودخول أكثر للمدارس والمشاركين. عندنا مبادرة التشجير طبعا أكيد تسمعون عنها سنويا، ومبادرات توعوية خاصة بالقوانين البيئية، المخالفات البرية، حملات تنظيف عندنا سواء في المناطق البرية أو خلينا نقول المناطق البحرية اللي هي تكون حملات تنظيف البحر، وعندنا حملات تنظيف المناطق البرية. عندنا كذلك مبادرة الحملة الجبلية دحا شامخاً، هاي تستوي في المنطقة الشرقية. الحملات ما شاء الله يعني متنوعة وكلها تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، فالحمد لله، وإن شاء الله مثل ما تقولين الجاي بيكون أفضل، وإن شاء الله بتقديم البرامج متنوعة وأكثر إن شاء الله. خلينا نتكلم أستاذة عن مشروع كلنا بكل شغف بانتظاره، سفاري الشارقة الأكبر في العالم خارج أفريقيا، خبرينا أكثر. طبعا مشروع سفاري الشارقة أحدث مشروع بيئي، هذا المشروع ضخم يعني ما شاء الله مساحته تبلغ 8 كيلومتر مربع، أكبر سفاري خارج أفريقيا، يتكلم عن الحيوانات اللي موجودة في أفريقيا
وطبعا مثل هاي الحيوانات موجود عندنا وحيد القرن الأسود. كل بيئة تتناسب مع الحيوان اللي موجود عندنا، وإحنا إن شاء الله يعني نشجع كل من يسأل ومهتم في سفاري الشارقة، فيه اهتمام كبير ما شاء الله ملحوظ متى الافتتاح ومتى بندخل، وهاي أنا أقول أن يتابعون حساب سفاري الشارقة وراح يجدون كل مستجد وجديد فيما يخص سفاري الشارقة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ حياة، سؤالي الأخير بيكون عن موضوع جميل جدا. الشارقة أصبحت اليوم من المدن اللي تستقطب الزوار والسياح من الخارج من أجل السياحة البيئية بسبب تنوع البيئات المختلفة عندنا. مليحة أصبحت وجهة رائدة جدا للسياحة البيئية، المنطقة الشرقية، خرفكان كذلك. اليوم دوركم في الترويج للسياحة البيئية؟ طبعا احنا الحمد لله مثل ما تقولين يعني في مدينه الشارقه، في المنطقه الشرقيه، في المنطقه الوسطى، عندنا يعني في كل مكان معلم سياحي بيئي. خلينا نقول عندك في المنطقه الوسطى حديقه بحيص الجيولوجيه، فما شاء الله في يعني في عندنا توافد السياح للمكان، حابين يستكشفون المكان يعرفون، فاحنا بدورنا نحاول ان شاء الله الحمد لله ان ننظم لهم هاي الرحلات عن طريق دخول وفد سياحي، من حيث التذاكر، من حيث الجولات اللي تقدم لهم على حسب الفئات، سواء الجولات تقدم باللغه الانجليزيه والعربيه، شو مثلا اذا كنا نبغى نقدم لهم حتى مثل ما تقولين برنامج سلس متنوع يتكلم عن مثلا نوع من انواع الصخور او المقتنيات الموجوده في الحديقه. كذلك عندنا مركز الذيد للحياه الفطريه في المنطقه الوسطى، عندنا ما شاء الله مركز في الشرقيه، مركز القرم، مركز خورك البالي اشجار القرم، هذا مركز حديث وما شاء الله في توافد من السياح. وبعد ما ننسى طبعا مراكزنا اللي موجوده في الشارقه الحمد لله، ففي في في الحمد لله يعني إجراءات مسهلة وساعدت على توافدهم عندنا. شكرا لك أستاذة حياة العلي، رئيس قسم البرامج والأنشطة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة. العفو. شكرا لوجودك.